يقف هؤلاء الناس على أحر من الجمر وهم ينتظرون العثور على جثمان الغريق الذي ابتلعته مياه الفرات قبل زفافه بأيام. ثلاثة غواصين تم تكليفهم من الشرطة النهرية للبحث عن جثمان أحمد ذو 24 عاماً الذي خطفه نهر الفرات على حين غرة بعد أن لجأ إليه مستغيثاً من حرارة الصيف القائض. أكثر من 48 ساعة من البحث حتى تم العثور على جثمانه عند حافة النهر. الضحية اللي صارت متأذين من البارحة واليوم ماكفين حتى الليل ما نايمين. خلي يجيبونا يعني غواصين شرطة نهرية، هنا ماكو ناشد من احنا. طيب برايك شنو يعني الاسباب اللي خلت ازدياد حالات الغرق بالانبار هذا الاسبوع؟ والله الاغلبيه يعني هاي المسابح جاي يعطونها استثمارات وعالم ما عندها ماديه تروح تدفع وتسبح وانه جو حار. هذا يعني اللي يصير ده يجي للشط يقول لك ما ادفع فلوس اسبح اتبرد واروح لهن. يجون يسبحون هنا الجو حار، كهرباء ماكو، وين يروح؟ يجي يسبح. واللي صار صار، هو من البار احنا ناشد وزير داخلية، الغيم مغام، المختصين بالأمر يحطون سيم شائك أو يحطون أبراج مراقبة من الشرطة النهرية يمنعون الناس تسبح هنا. سجلت الأنبار 10 حالات غرق خلال الأسبوعين الماضيين، بينهم من لا يجيد السباحة بحسب شهود عيان، الأمر الذي دفع الإدارة المحلية في الفلوجة لوضع حل لمشكلة اختطاف الفرات للهاربين من الحر. دوريات متابعة محاذي نهر الفرات بالإضافة إلى تشكيل قوة من الشرطة النهرية مقاربة للجسر الجديد تكون متواجدة 24 ساعة مع الزوارق. ناشد أهلنا في المدينة أن يمنعون أولادهم من الذهاب إلى نهر الفرات. في نفس الوقت كان لنا اتصالات مع أصحاب المسابح في المدينة بتخفيض أجور السباحة. انقطاع التيار الكهربائي ووصول درجات الحرارة إلى نصف درجة الغليان دفع الكثير من الشباب إلى السباحة في النهر الذي تشكل سرعة جريانه خطرا على حياتهم، فيما أطلق ناشطون دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتحذير من خطر السباحة. من الأنبار، أحمد فلاح، التغيير.